أهلا بالجميع، أولا أهلا بضيفاتنا المتحدثات وأهلا بكل الذين حضروا، ونعتذر منكم إنه أخرناكم شوية على الانتظار، وشكرا لعبد الله اللي بيترجم. لو شفت إنني عبد الله أسرع فممكن الآخرين يبطئوني بالقيس بشكل خاص. مرحبا بكم جميعا، أنا اسمي ريم مجاهد، أعمل في مركز صنعاء كمديرة برامج. وممكن أبدأ أعرف مركز صنعاء. مركز صنعاء هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. المركز ينشر كل دراساته وأبحاثه باللغتين العربية والإنجليزية، وقد تأسس في عام 2014. أما هذه الجلسة والدراسة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم هي جزء من مشروع صوت النساء على طاولة القرار، وهذا المشروع الذي اسمه اختصارا صوت ولكنه يسمى دعم المشاركة السياسية للمرأة العربية، ممول من قبل الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مبادرة الإصلاح العربي، وينفذ المشروع تحالف من الشركاء والمنظمات في مركز في صنعاء، مثلا في اليمن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ومركز الأعمال والقيادة الشاملة لدى الجامعة الأمريكية في بيروت، ومنظمة مع نبنيها في ليبيا، ومبادرة الإصلاح العربي عن سوريا، ثم جمعية الثقافة والفكر الحر في فلسطين، وأخيرا جمعية الأمل العراقية. اليوم احنا لدينا ضيفات متميزات هنا، سأعرفهن الواحدة تلو الأخرى. معنا زميلتي بلقيس اللهبي، وهي مسؤولة الجندر في أو استشارية الجندر في مركز صنعاء. لدينا الدكتورة مريم القباطي الحاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية والسياسية من جامعة توسكوبا في اليابان. مريم تعاونت مع عدد من المنظمات غير الحكومية ومعاهد الأبحاث لنشر دراسات مثل معهد جايكا أوغاتا، معهد الدوحة للدراسة العليا. ركزت أبحاثها بشكل أساسي على المشاركة السياسية للمرأة ودور المرأة في بناء السلام والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الباحثة الرئيسية لهذا البحث الذي نحن بصدد الحديث عنه اليوم. لدينا أيضا العزيزة هدى جعفر، كاتبة وباحثة متخصصة في المراقبة والتقييم، وهي إضافة إلى كونها باحثة تنشر العديد من الأبحاث، هي ناقدة فنية وشخصية معروفة في اليمن في مجال الفن والسينما. لدينا ليلى الشبيبي من عدن، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة وبناء السلام، هي المديرة التنفيذية لمؤسسة أكون للحقوق والحريات، وهي منظمة نسوية تعمل على المستوى المحلي لدعم ومناصرة القرار الأممي 1325 و2025. كما أن ليلى أيضا عضو في تحالف المدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدربة في المدرسة الإقليمية للحملات الانتخابية NDI. أخيرا لدينا الأستاذة سارة الجابري، وهي مديرة مشاريع بجمعية الأسرة السعيدة، وهي جمعية خيرية في مجال المرأة والطفل. لديها ماجستير دراسات إسلامية تخصص فقه، وهي ناشطة مجتمعية في نوعية النساء، وأخذت عدة دورات في مجال السلام وحل النزاعات. اليوم سنتحدث عن البحث، ولكن إضافة إلى الدراسة سيكون لدينا أسئلة عن فكرة البحث أو موضوع البحث. عند قراءتي للمسودة الأولى من هذه الدراسة خطرت على بالي مسألة الجندي المجهول، وفكرت أن البشرية أو الرجال بشكل خاص ربما كانت نتيجة للشعور بالذنب أو كجزء من التقدير لكل أولئك الذين ذهبوا ضحية للحروب، اخترعوا فكرة الجندي المجهول واختزلوا تضحية آلاف من الناس، صنعوا إما نصراً أو دافعوا عن قضية أو أنهم بدون حتى رأي شاركوا في حروب ما، واختزلوا كل تلك التضحيات بتمثال لشخص مجهول الاسم والصورة ومجهول الفكرة. وربطت هذا المثال بما تفعله النساء كل يوم في ظروف حرب أو في ظروف سلم، حيث غالباً ما يخسرن، في النصر يخسرن وفي الهزيمة يخسرن، رغم كل ما يقدمنه للمجتمع. وما يقدمنه غالباً لا يرى أو لا يلاحظ، وربما لا يقدر حتى إن كان في مجال رؤية الآخرين، رغم مساهمتهن الفعالة في تخفيض كلفة الحرب. هذه الدراسة بالذات ستناقش، وهذا النقاش ستناقش هذه القضية. ما هو الكفاح اليومي الذي يقومن به النساء؟ ماذا يفعلن بالضبط؟ ولماذا يفعلن ما يفعلن؟ الآن سأنتقل إلى الضيفات، ربما نبدأ بمريم حيث تشاركنا نتائج الدراسة التي
هي جزء أساسي منها مع الباحث داوود جعفر، وبعد ذلك ننتقل لبقية الضيفات. شكرا، تفضل يا مريم. أبدأ؟ Did I start? Okay. So just hold on, I would like to share my screen. سأبدأ بمشاركة عرض. ممكن بس عفواً أقاطعك يا مريم، قبل أن تبدأ مريم ممكن أسأل جميع الحاضرين والضيوف الذين لم تظهر أسماءهم على الشاشة أن يعيدوا تسمية أنفسهم، لأن هناك خلل في البرنامج حيث لا تظهر الأسماء المكتوبة باللغة العربية. هناك خيار اسمه رينيم أو إعادة تسمية، ممكن تعيدوا تسمية أنفسكم حتى نلاحظ إن كتبتم أسئلة أو طالبتم في بالنقاش مثلاً أو بالحوار. وشكراً، عفواً يا مريم، تفضل. لا عادي، it's okay. So I'll be speaking in English. أنا سأتحدث باللغة الإنجليزية. أولاً أود أن أرحب بكم جميعاً وشكراً جزيلاً لكم لمشاركتنا. ليس لدينا الكثير من الوقت، فسأبدأ بشكل مباشر. اسمي مريم القباطي، وأنا الباحثة الرئيسية في هذا المشروع، وسأتحدث عن نتائج تقريرنا الذي نشر بالأمس على موقع مركز صنعاء. فإذا سمحتم اقرأوا التقرير إذا استطعتم. سنركز اليوم على مجتمع على نهج يتمحور حول بناء السلام وليس على عملية السلام نفسها. إذا كنتم مهتمين بعملية السلام يمكنكم أن تقرأوا عنها في موجز سياسات كتبته قبل تقريبا شهرين اسمه أصوات النساء في عملية السلام في اليمن، موجود على موقع مركز صنعاء. ولكن اليوم سنركز على الخلفية والنهج التي استخدمت في هذه الدراسات، النتائج الرئيسية والمقترحات والاستنتاجات. مع 8 سنوات من الصراع في اليمن قد أثرت بشكل كبير على الحياة اليومي، وهذا نراه في رؤيتهم للسلام. وأطراف الصراع ومعظمهم من النخب السياسية الذكورية لا زالوا يسيطروا على النقاشات حول السلام ويهمشوا أصوات بقية اليمنيين. المجتمعات أو الجماعات النسوية والمحلية لعبت دور مهم في تخفيف تأثير الصراع، ولكن للأسف أدوارهم وأنشطتهم لا يركز عليها. وهذا بحث مهم لأنه يركز على الممارسات اليومية التي تعمل عليها المرأة في المجالات المختلفة، وأن هذه الأنشطة والمجالات والأدوار مهمة جداً للتماسك الاجتماعي، وهذا سيساعد في تأطير السلام على الأرض. فعندما نستخدم فباستخدام نهج يركز على المجتمع يسعى بحثنا على إعطاء وكالة وملكية اليمنيين من أجل تحديد بناء السلام بناء على تجاربهم المعيشية، واقتراح الممارسات التي تعزز دور المرأة في بناء السلام، واقتراح طرق للتخفيف من هذه الممارسات. فيما يخص المنهجيات تم استخلاص النتائج من مناقشات مجموعات بؤرية مع 128 رجل ومرأة في اليمن، ومنها أيضا مقابلات مع قيادات مجتمعية، وأجريت هذه المقابلات في صنعاء وإب وعدن وحضرموت في مناطق ريفية وحضرية من هذه المحافظات. فيما يخص النتائج الرئيسية سأشارك بعضها. المستجيبين رجالا ونساء كان لديهم تعريفات متشابهة فيما يخص السلام مع بعض الاختلافات من منطقة إلى أخرى. المستجيبين اتفقوا أن المرأة تلعب دورا حاسما في بناء السلام، ولكن هذا الدور محدود أو دورها في المشاركة العامة ومواجهة وصمة العار الاجتماعية محدود. Religious discourse in Yemen was also found to be both empowering. ينظر الكثيرون إلى أعمال السلام أنها أجنبية أو أنها مفهوم غربي أو أجنبي، وهناك خطاب ديني في اليمن ممكن أن يقيد دور المرأة.
عندما سئل الرجال والنساء في هذا البحث ماذا يعني السلام لهم، كما تروا كان منظور السلام يركز على الأمن والاستقرار، قدرة الحصول على الاحتياجات الأساسية، الحرية، السلام كواحد من قيم الإسلام، وأيضا السلام الأمن الإنساني جزء مهم من الحصول على السلام، لأنه يساعد في دعم، لأنه يجعل الأمن البشري والأمن الإنساني أولوية أكثر من أمن الدولة. اليمنيين الذين كانوا في خضم أزمة إنسانية خطيرة حرموا من أو لم يستطيعوا الوصول إلى أبسط الاحتياجات مثل الطعام والرعاية الصحية والبنية التحتية، ولكن الطريقة الوحيدة التي نستطيع أن نحصل على سلام حقيقي هو إذا استطاع الناس يمارسوا حياتهم اليومية وهم يشعرون بأمان وقادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية. كان الإسلام عدسة مهمة أيضا استخدمها المستجيبين عندما صاغوا تعريفهم للسلام. ذكر المشاركين القيم الإسلامية مؤكدين مثلا التعايش ونبذ الحرب والعنف والمواقف والسلوكيات السلمية، ولكن مع ذلك ذكر الكثيرون أن الصراع الدائر في اليمن قد أثر على هذه المبادئ السلمية ويهدد التماسك الاجتماعي. فمقترحاتنا بناء على هذه التعاريف تقول أن جهود بناء السلام في اليمن يجب أن تعطي الأولوية للأمن البشري، بما في ذلك إشراك تدابير التي تعالج الأسباب الجذرية للنزاع وتعزيز التماسك الاجتماعي والمصالحة. أيضا نقترح دمج القيم الإسلامية في الأمن البشري لضمان أن السلام يتحقق بطريقة تتفق مع الثقافة والتقاليد الدينية والاجتماعية للشعب اليمني. مشاريع بناء السلام التي تعزز السلام على المستوى الشعبي أو المستوى المحلي يجب أن تدمج التعريفات المحلية الموجودة في هذه الدراسة. عندما سألنا المستجيبين حول دور المرأة والمساحات لبناء السلام، ارتبطت أدوار النساء ومساحات بناء السلام في الغالب بالمجال الخاص، وفي المجال العام ارتبطت أدوار النساء في الغالب بحقوق الإنسان والأدوار الإنسانية. في حالات الصراع العديد من المنظرات النسويات قالت أن نشاط المرأة من أجل السلام خاصة في المجال العام ليس بسبب بعض الطبيعة السلمية المتأصلة لديهم، ولكن بشكل عام استجابة للضيق الناجم عن الصراع والإزاحة. في المجال الخاص دور المرأة في بناء السلام وخصوصا الأمهات كان ينظر إليهم لهم الدور الأكبر في بناء السلام. في اليمن أن تصبح المرأة أم دور مهم ومحترم، والمرأة تلعب دور مهم في أسرهم وفي منازلهم وفي المناطق المحيطة، ولعبنا أيضا أدوار تصالحية. التجمعات أو المناسبات الاجتماعية تجمع بين الأمهات والنساء وتلعب دورا مهما في بناء المرونة والتمكين والثقة بالنفس بين النساء. بينما ينظر المجتمع اليمني إلى الأمهات باعتبارهن من بناء السلام الأساسيين والمسؤولين في غرس القيم السلمية في أطفالهم، ليست كل النساء والأمهات لديهم معتقدات سلمية. وجد أن بعضهم يساهمن في الحرب من خلال تعبئة الأولاد الصغار كمقاتلين أو الانضمام إلى الجماعات المسلحة المتحاربة أو العمل كأعضاء في الشبكات الاستخباراتية. تظهر هذه الحالات من النساء اللواتي روجن العنف في اليمن، ولكنهم لازالوا يمثلون أقلية. دور آخر للمرأة في بناء السلام هو كمعلمات وفي الفضاءات العامة التي لا تزال امتداد للمجال الخاص، مثلا في المدارس والجامع. إلى جانب الأمهات كان ينظر إلى المعلمات على أنهن يلعبن دورا مهما في تعزيز السلام ولا عنف. أعربت بعض المعلمات في مجموعة البؤرية لدينا عن قلقهن بشأن كيفية القيام بذلك مع تأثير الحرب في زيادة السلوك العنيف بين الشباب.
ولا زال هذا من العراقيل لبناء السلام، وكان هذا في الغالب في المناطق الشمالية. كما تم ذكر المساحات المفصلة في المساجد من قبل الإناث المستجيبات. توفر المساجد مساحات آمنة حيث يمكن للنساء التجمع والعمل فيها والتقف. بعض الداعيات الإسلاميات الشيخة والداعية في المساجد استطاعوا في تعزيز هذه القيم والسلوكيات ومكافحة العنف، ولكن هذا لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه. بناء على ذلك مقترحاتنا كالتالي: داخل الفضاءات النسوية نوصي بتنفيذ التوعية، حملات التوعية التي يمكن تزيد من فهم المجتمعات المحلية حول مشاريع بناء السلام والدور التي المهم للأمهات والمرأة في تعزيز السلام. مهمة أيضاً لتعزيز الممارسات السلمية هو من خلال تدريب المعلمات المعلمين إناثاً وذكوراً على كيفية القيام بذلك. من الضروري أيضاً أن نتعامل أو نشرك الدعاة الإسلاميين بنشاط في الاستكشاف وتعزيز تفسيرات النصوص الإسلامية التي تمكن المرأة وأدوارها في بناء السلام من خلال الخطب والمحاضرات وورش العمل في المساجد وفضاءات العمل. الآن سنركز على موضوع الدور التقليدي للمرأة الذي رأيناه من المستجيبين. لاحظ المشاركون في المناقشات كيف تختلف مشاريع المساعدة الخارجية، أين غالباً ما تكون أنشطات بناء السلام قصيرة المدى. الأسر اليمنية تقليدياً أسر كبيرة، والنزاعات العائلية غالباً هي الصراعات التي تتعامل معها المرأة بشكل أولي. من مجموعة النقاش المركزة وجدنا أن المساحات التي تعمل فيها المرأة أنشطتها اليومية أنها هي المساحات التي مكنت المرأة من ممارسة مهارة حل النزاعات، وحتى استطاعوا مثلاً إقناع الرجال بإعادة النظر في الطلاق. فمثلاً النساء في حضرموت في مناطق الشرقية من اليمن، كان لدى النساء في هذه المناطق تاريخ طويل من تولي أدوار تقليدية في بناء السلام والمصالحة. دور المرأة كوسيط معترف أيضا بين القبائل. العادات القبلية غالبا ما تمنح المرأة مزايا يمكن تستخدمها لمنع العنف. فعلى سبيل المثال تحضر العادات القبلية استهداف رجل برفقة امرأة حتى لو كان ارتكب جريمة قتل، وإذا كان الشخص مطلوب يستطيع أن يطلب حماية المرأة حتى يتم حل المشكلة. فتعمل المرأة من وراء الكواليس وتضغط على الرجال لقبول السلام والتهدئة. كما لاحظ أحد المشاركين أن هذه العملية تحدث غالباً في المنازل وليس أثناء الاجتماعات التي غالباً ما يهيمن عليها الرجال. فنستطيع أن نستخدم مصطلحات مثل حل الصراعات لأنها لها جزء كبير من الثقافة المجتمعية والقبلية. فيما يخص دور المرأة في المجال العام، عادة تكون هذه العمل في المنظمات المحلية والدولية في المساعدة الإنسانية وفي حقوق الإنسان. المنظمات الإنسانية المحلية والدولية تملأ الفراغ المتبقي التي تركته الدولة ويساعد في معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن من خلال توفير الغذاء والضروريات. كما ذكرنا سابقا فإن نشاط المرأة من أجل السلام ليس بسبب الطبيعة السلمية المتأصلة أو ما تسمى بذلك المرأة، وقد ظهرت بعض الشبكات النسوية مثل مؤسسة أمهات المختطفين التي تساعد وتوثق دور المرأة في هذا المجال. فيما يخص بعض التحديات التي تواجهها المرأة في المجال العام، هي أن العادات والتقاليد المجتمعية تعمل ضدهم، فضلاً عن القيود واللوائح التي تفرض من قبل السلطات للحد من حركة ومشاركة المرأة في الحياة العامة. غالباً ما ينظر إلى أعمال بناء السلام على أنها مفهوم غربي. هناك أيضاً بعض رجال الدين الذي يحرضون على المرأة في المساجد كما يفعل بعض الشيوخ المقتنعين بتفسيرات متطرفة ومحافظة لدور المرأة. بعض الزعماء الدينيين أيضاً متشككين من المنظمات الدولية
والنساء الذين يعملنا في مجال بناء السلام في اليمن يواجهنا وصمة عار وحملات تشهير متعلقة بعملهم. فمقترحاتنا فيما يخص ذلك: أولاً الخراط والعمل مع القيادات الدينية والرجال لإعادة تعريف المصطلحات المرتبطة بالسلام باستخدام الفهم والمفاهيم الاجتماعية والثقافية المحلية. من الضروري أيضاً العمل مع القيادات الدينية والشخصيات المؤثرة لتصميم مشاريع بناء السلام تعزز من دور المرأة. من الضروري أن نشركهم في نقاشات مع نساء معروفات ومؤثرات ليدعموا دور المرأة في بناء السلام. القيادات النسوية الدينية أيضاً يستطيع أن يلعبوا دور مهم في رفض وفي الاستجابة لوجهات النظر المحافظة. من الضروري أيضاً أن نجلب الشخصيات المؤثرة وننفذ حملات ضد هذه الحملات المعادية للمرأة ودورها وتنفيذ حملات توعوية داخل فضاءات المجتمع للرجال والنساء التي تزيد من أو تنشر فهم مشاريع بناء السلام من أجل التخفيف من الصورة السلبية المرتبطة. في الخاتمة، دور المرأة في بناء السلام المرتبط بالمجال الخاص عادة يرتبط بالمجال الخاص أو كملحق له. تتوسط النساء النزاعات ويمارسن المقاومة والصمود بشكل يومي، ويجب الاعتراف بهذا الدور وإدماجه بشكل أفضل في إطر بناء السلام. تواجه النساء التي عملنا في بناء السلام وصمة العار والمضايقات. يمكن للدعاء المسلمات في اليمن أن يلعبوا دورا مهما في تمكين المرأة من خلال الحجج الدينية. يمكن للقيادات الدينية والقيادات المجتمعية أن يلعبوا دورا مهما في التخفيف من الممارسات الضارة الناجمة عن انتشار الأيديولوجيات الدينية المتطرفة. وأخيرا، نؤمن بأن النهج المحلي يشمل القيادات الدينية والمؤثرين يمكن أن يكون أكثر جاذب يكون جاذبا بشكل أكبر للمجتمعات المحلية التي تشكك في أطر السلام الحالية في اليمن. شكرا. شكرا لكم. شكرا مريم، شكرا لك. لسه كنت داخلة أقول لك إنه تبطئ شوية عشان عبد الله ما كانش ملحق، بس شكرا لك. أوكي، أنتقل إلى بلقيس. بلقيس عندك أعتقد شوية أو كثير من الأسئلة بتوجهها لضيفاتنا، فانطلقي. وكمان في أسئلة في الشات، هي أوريدي عندنا سؤالين، بلقيس ممكن تشاركيهم ضمن أسئلتك. عندنا سؤالين، إذا في إمكانية أنه للترجمة إذا كانت الأسئلة غير ممكن تبدأي بأسئلتك وأنا بضمنهم إذا في أي سؤال مشابه له عشان يكون. نعم، مرحبا جميعا، أنا بلقيس اللهبي، مستشارة المشروع ومستشارة الجندر في مركز صنعاء. أرحب بجميع صديقاتي وزميلاتي. تتميز هذه الفعالية بأنه تقودها شابات، أو على الأقل من الجيل الوسطي أو ما بعد الوسط من النساء العاملات في هذه المجالات. نحرص في مركز صنعاء، وأعتقد أنه جميعنا بعد هذه التجربة المرة التي مرينا بها، أنه أن يشارك الجميع بالذات المرور عبر الأجيال. لدينا العزيزة هدى جعفر. هدى غير أنها صديقة عزيزة منذ فترة طويلة، أيضا هدى مختصة في التقييم، وهي كاتبة بديعة وناقدة أفلام جميلة جدا. هدى، أنت كنت تطلعي بعمل هام جدا، وهو العمل الميداني في هذا البحث. سمعتي كثيرا، اندمجتي مع الأقاصيص، سمعتي ما لا تستطيع الأوراق أن تنبئ عنه. ما هو أهم ما لفت انتباهك أثناء تنفيذك للجلسات البؤرية؟ أيضا تعلق في ذاكرة الباحث بالعادة قصص مؤثرة أو مواقف مؤثرة أو حتى عبارة مؤثرة. سيكون جميل أن تشاركينا إحدى هذه القصص. وأيضا أنت استمعتي إلى التوصيات وأيضا كنت مشاركة في صياغتها، هل لك توصية إضافية مختلفة؟ تفضلي هدى، الميكروفون لك. مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع. أهلا بك عزيزتي بلقيس، أهلا بريم، أهلا بالدكتورة مريم. هل صوتي واضح؟
بس قبل ما أكمل، واضح وجميل دائما. طيب تسلمي لي. طبعا أنا سوف أحاول الحديث على عجالة يعني حتى لا يعني أخذ المزيد من الوقت. بالنسبة للتوصيات، طبعا في مثل هذه الأبحاث غالبا ما يكون من الصعوبة الفصل بين ما هو شخصي وبين ما هو سياسي. غالبا ما يعني يقدموا بطبق واحد أو يقدموا بشكل واحد، لكن إن كان هناك من مجال إضافة توصيات أو ملاحظات، يعني هناك ملاحظة أن علاقة مؤسسات الدولة في محافظتي حضرموت وعدن بين مؤسسات الدولة وبين المجتمع المدني هي أفضل من علاقة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في صنعاء وإم. نحن طبعا كما ذكرت الدكتورة مريم أننا عندما كنا نحاول أن نؤسس هذا البحث حرصنا أن يكون هناك توازن بين المناطق التي ما تسمى تحت ما يسمى بالحكومة الشرعية والمناطق التي تحت سلطة الواقع أو ما يسمى بالحوثيين. فكان ملاحظ أن العلاقة بين المؤسسات الدولة في عدن وحضرموت وبين الدولة وبين المجتمع المدني أفضل من علاقة من العلاقة الاثنين في صنعاء وإب. أنا لا أعتقد أن السبب المباشر هو الحوثيين، ولكن أعتقد أن الموضوع له أنا لا أعتقد أن الموضوع له علاقة بطبيعة المجتمعين في عدن وحضرموت وأي صنعاء. لا، هو الموضوع له علاقة بشكل مباشر بوجود تواجد الحوثيين ودفعهم للتحريض ضد المنظمات في صنعاء وفي إب. الملاحظة الثانية أن في عدن وحضرموت ليس هناك تحسس. هذا الأمر أتمنى أن يكون واضح للسادة الحضور، خاصة من غير اليمنيين. لا أعرف إن كانوا على اطلاع، ولكن الآن بوجود الحوثيين في صنعاء هناك دعوات لحق منح الحكم لمن يسموا بآل البيت، وهم الذين في الشريعة الإسلامية وهم الذين ينحدرون من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحساسية نحو هذا الموضوع ليس موجود في حضرموت وليس موجود في عدن بسبب أسباب كثيرة، أسباب متجذرة في التاريخ، منها التواجد يعني حضرموت هي منبع التواجد الصوفي في اليمن بشكل عام وفي اليمن في المناطق الجنوبية بشكل أساسي. فهذا أحد الأسباب الذي لم يجعلهم لديهم حساسية نحو هذا الموضوع. والنقطة الأخرى أن المناطق الجنوبية عدن حضرموت شبوة أبيان وما إلى ذلك لم يكونوا تحت حكم ما يسمى بالإمام الزيدية كالمناطق الأخرى، فهذا لم يخلق لديهم حساسية نحو الموضوع بعكس المناطق الأخرى. هذا كان شيء ملاحظ. يعني النقطة الثالثة، سوف أتحدث الآن عن النساء أنفسهم أو عن المبحوثين يعني بشكل مباشر. أن الصراع السياسي في اليمن بقدر ما أزاد أعباء النساء بقدر ما منحهم أيضا فرص لمناصب لم تكن موجودة من قبل، وهذا الموضوع له علاقة بمناصب يعني مثلا في البنوك في القطاع الخاص أو في مهام يعني في شغلات مثلا أن تكون المرأة لديها بسطة تشتغل عليها أو تصنع بخور في البيت. أو في إحدى المحافظات يعني ذكرت إحدى النساء أنها ترى هذا ميزة، هي ليست امرأة واحدة يعني أكثر من سيدة مشاركة، قالت أنها ترى أن ذلك ميزة، أنها قبل الحرب لم تكن تعمل، ولكن بعد الحرب بسبب الظروف اكتسبت مهنة وهي أن تصنع البخور في البيت وتبيعه، وهي الآن تشعر أنها فاعلة أكثر. طبعا لا أريد أن يفهم من كلامي على الإطلاق أنني مع رمسسة الحرب أو جعل هناك رومانسية في الحرب، لا، أنا أقصد أنه يعني أن أحاول أن أحضر وجهات نظر من الهامش أو لم تكن يعني لم تذكر كثيرا يعني في باقي الإجابات. النقطة الأخرى أن كثير من أن النساء عدد من النساء والرجال قالوا أنه عمل النساء في أولا طبعا تم ذكر عدد كبير من النساء اللاتي عملن على الصلح بين العوائل، الصلح بين المشاكل الأسرية،
من نساء متوسطات العمر وأيضا متقدمات في السن غير معروفات على الإطلاق في وسائل التواصل. لسنا من نجمات الصف الأول ولا الثاني ولا الثالث، نساء غير معروفات على الإطلاق ولهن دور كبير في المجتمع، ومعروفات يعني معروفات بالاسم، أن هذه فلانة تعمل في مجال الصلح ورأب الصدع وبين يعني بين المتخاصمين، خاصة في الأسر، يعني المشاكل الأسرية. وهن نساء لسنا معروفات على الإطلاق. وهؤلاء النساء يعني الذي لفت نظري أن المشاركين قالوا لي أنهن لا يعملن ضمن منظمات مجتمع مدني، فهذا سبب في استدامة العمل، لأنهم يقولوا أن التي تعمل ضمن منظمة أو ضمن مؤسسة فهذا يجعلها عملها ينتهي بانتهاء العقد، لكن المرأة التي تعمل بجهود ذاتية بدوافع شخصية عملهن يتسم بالاستمرارية وبالاستدامة أكثر من غيرهن من النساء. ومن ناحية أخرى هناك أيضا مشاركين رأوا أن بضرورة يعني أن يتم توحيد جهود النساء، يعني هذا شيء أصروا عليه تقريبا في كل المحافظات، أن يتم توحيد جهود النساء وجعلها ضمن إطار مؤسسي في إطار منظمات أو إطار يعني منظم أكثر من حتى يعني يتم تركيز الجهود وتكثيفها ومضاعفة أثرها. في من القصص التي أثرت طبعا دائما الحديث مع المجتمع مدهش، هذه نقطة أظن أن على منظمات المجتمع المدني أن تضعها في الاعتبار، وكذلك المانحين، أن المجتمع قد سبق المجتمع المدني وقد سبق المانحين. لديه المجتمع لديه يعني ببساطة، إذا أرادت منظمة أو إذا أراد مانح أن يعرف كيف يمكن أن يفيد المجتمع، عليه أن يسأله ببساطة ماذا تحتاج. هذا هو الموضوع. من القصص المؤثرة لك يعني التي كانت موجودة، أن أحيانا كنا النساء أو المشاركين يعني والنساء تحديدا كنا يكملن الكلام، يعني المرأة تبدأ موضوع وتنهي زميلتها، يعني المرأة الأخرى تنهي الحكاية كأنها تعرفها، بينما هم هذه يتقابلوا لأول مرة. من فرض التشابه سواء في حتى في عبد حضرموت، في عدن، في صنعاء، في إب، أن هناك أن النساء يعرفنا أوجاع بعضهن البعض على اختلاف المناطق، يعني وربما هذا الشيء لا يعني معروف وربما غير معروف، أن بقدر تشابه بين المحافظات اليمنية بقدر اختلافهم، وكل محافظة لديها خصوصيتها وخلفيتها السياسية وخلفيتها الاجتماعية وكل شيء، أيضا وضعها السياسي ووضعها بالصراع العسكري، لكن في النهاية النساء والوجع متشابه لدرجة أن النساء كنا يكملنا حكاوي بعضهن البعض، والرجال أيضا طبعا، ولكن أنا سوف أركز عن النساء. وهناك سيدة يعني أنا أذكرها كانت في إحدى المناطق الريفية، كان مشاركتها عبارة عن بكاء، كانت تبكي في كل الإجابة، تبكي لأنها تذكرت عندما حرمها والدها من الدراسة وهي في سن صغير، أو أجبرها على الزواج وهي في سن صغير وأنجبت، والآن ابنتها تواجه مصير، أو ابنتها في 16 تقريبا تواجه مصير مشابه، هناك زوج ينتظرها، فوالدها والد الطفلة يعني وعمها مصرين على أن يزوجوها. هذه كانت من القصص التي أثرت في بشكل كبير جدا. بقي هناك ملاحظة أن دقيقة عفوا، فأنا أطلق السطارة. عموما هذه هي النقاط باختصار يعني حتى لا أطيل على الموجودين، ولكن أنا أحب أن أؤكد أن المجتمع يعني على المنظمات وعلى المانحين أن يتوجهوا للمجتمع وأن يأخذوا ملاحظاته بعين الاعتبار فيما يخص صنع السلام وفي أي أمور أخرى، ويعني في يعني أقصد احتياجات المجتمع في ظل الصراع الموجود والأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية الموجودة. وهكذا أنا أصل إلى ختام مداخلتي، وشكرا جزيلا، وميكروفون مع بلقيس واري.
شكرا جزيلا هدى. هدى لا أشكرك فقط على هذا هذه الإطلالة المهمة التي أطليتي بها اليوم، ولكن أيضا على جهدك غير العادي في البحث نفسه، رغم صعوبة الاتصال والتواصل ورغم أنه الصعوبات كثيرة في العمل في اليمن، وأيضا الدعم قليل، التمويل قليل للمشاريع التي تبحث في ماذا يقول اليمنيين. كان هناك سؤال في الشات يسأل أنه إذا كان السلام الدائم ممكنا فقط ومن خلال تضمين النساء، لما لا تستمع الأطراف المتقاتلة والمجتمع الدولي والإيرانيين والصينيين إلى هذا الصوت؟ هذا رد كان رد هدى، إن ما زال المجتمع المحلي المدنيين المتأثرين بالقتال هم أكثر تقدماً في رؤاهم نحو السلام من الأطراف المتقاتلة ومن من لهم مصالح في هذه الحرب. لما؟ لأن هؤلاء مصلحتهم في السلام وأولئك مصلحتهم في الحرب. أيضاً هناك لا يوجد هناك من يستمع إلى أصوات الناس، ليس فقط النساء ولكن أصوات الناس والمدنيين المتأثرين بالقتال. نتمنى أن يستمع الجميع ويستمد تفاوضه وأيضا حججه في هذه الحرب من أصوات الجمهور، ولكن هذا غير موجود. حرصنا في فعالية مثل هذه اعتمدت على حديث الناس، أن نأتي بأحد من الناس. ليلى الشبيبي وسارة الجابري ليست أي أحد من الناس، ولكن هما امرأتين شابتين انخرطتا في عمل في أعمال السلام، ليس فقط كموظفتين، لأنه فعلا هناك من يعمل في مثل هذه المهن بعقد عمل، ولكن هناك من يعمل في هذه المهن بشكل شخصي، ليس فقط يمتهنها داخل منظمته أو مؤسسته، ولكن تنعكس على سلوكياته وعلى تفاعله مع الجمهور. أبدأ بليلى، ما طبيعة النشاط الذي تمارسيه؟ كيف يصب هذا النشاط في بناء السلام؟ وكيف تصفي هذا العمل؟ كيف تصفي علاقتك بالمجتمع وبالسلطة؟ أتمنى أن أنت تختصري هذا كله في 5 دقائق. ليلى ناشطة مدنية تندمج مع كثير من الأنشطة، سواء مع الشبابية أو مع المجتمع المدني، ولكنها تقود مؤسسة أكون في عدن في أعمال السلام، وأيضاً هذه مؤسسة تهتم بالنساء بشكل خاص في السلام. تفضلي ليلى. سعيدة جداً بتواجدي معكم، وأعتذر أنني مش قادرة أطل أو أنني أفتح الكاميرا بسبب سوء النت عندنا في اليمن. بالنسبة للعمل اللي نقوم فيه، أعتقد أنه بنظر ناس كثير جدا ممكن نحن العمل الذي نقوم فيه سواء كان عبر مؤسستنا أو عبر جهودنا الشخصية وأمر سهل، لكن للأسف الشديد هي من أكثر الصعوبات التي نحن نواجهها في عملنا وفي التعامل مع المجتمع الذي ينظر بشكل دائم أنه عمل المرأة لعمل المرأة في المجال العام هو لا يجب أن تكون موجودة هناك النساء بشكل أكبر، وإنما لازم تكون في أماكن معينة ومحصورة بوظائف وإجراءات معينة. نحن نعمل أو أنا أعمل بشكل كبير جدا مع الشباب ومع النساء من أجل برامج الحماية الخاصة فيهم، سواء كانت النساء العاملات في المجالات المختلفة أو النساء المعرضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي والذي زادت نسبتهم بسبب الحرب. نحن نعمل بشكل كامل، سواء كان من ناحية تقديم لهم دعم قانوني ولا دعم نفسي، إضافة لنحن نحاول بقدر الإمكان تغيير المفاهيم الموجودة بنظرتهم للمجتمع بشكل أكبر. نحن في عدن ممكن تكون النشاط للنساء في عدن أو التحديات اللي تواجه النساء في عدن أقل بكثير من التحديات اللي تواجه النساء في الأرياف، بحكم نحن ممكن نكون في المرحلة الحالية بعد 2015 نكون أقرب شوية ولو نسبة ضئيلة جداً للسلطة، سواء كانت المركزية أو السلطة المحلية التي هي الآن في المرحلة الحالية تسمى بالمعترف فيها دولياً، لكن حال للأسف الشديد نجد صعوبة نسبياً في الوصول إلى صانعين القرار في مسألة مناقشة القضايا التي نحن نهتم فيها والعمل عليها. بالنسبة لبرامج السلام التي نعمل عليها، نحاول بقدر الإمكان هو العمل على صلح المجتمع أو السلم المجتمعي الذي هو في المرحلة الحالية يعتبر
من الأشياء المهمة جدا والتي يحتاج أن نعمل عليها بشكل كبير في المرحلة الحالية، خصوصا مع التغييرات الديموغرافية التي حاصلت سواء كانت في عدن أو في أغلب المحافظات نتيجة النزوح المتغير والمختلف التي أدت إلى وجود عادات وتقاليد مختلفة، سواء كانت وتعزيز النظرة، ما نقدرش نقول إنها دونية ولكنها نظرة مقيدة لحركة المرأة وتواجد المرأة وحتى القضايا اللي ممكن تناقش المرأة فيها. نحن نسعى كمجموعة من النساء في مدينة عدن إن نحن نناقش القضايا التي تتعلق بالمجتمع، تتعلق سواء كان بالنساء، بالشباب، بالوضع العام، بالسياسات، وذلك سواء كان عبر المجالات اللي نحن نعمل فيها، عبر التجمعات اللي نحن نشتغل فيها، عبر البرامج المناصرة التي نعمل عليها بشكل أكبر، والتي بنحاول فيها نطرق جميع الأبواب سواء كانت الموجودة في داخل اليمن أو خارج اليمن من أجل توصيل رسائلنا وتوصيل التوصيات التي نحصل فيها من المجتمع من خلال عملنا بالمبادرات أو عملنا بالجلسات اللي نقوم بها بشكل عام. وأعتقد إن إحنا في إحنا نحاول قدر الإمكان إن إحنا نوصل إلى مرحلة معينة، لكن للأسف الشديد نشعر دائما في إحباط نسبيا نتيجة للتغيرات السياسية اللي تحصل في اليمن واللي لها أثر كبير جدا على برامج السلام أو على العاملين في بناء السلام، لأنه التغييرات اللي تحصل أيضا لها أثرها بشكل كبير جدا على المجتمع. شكرا. شكرا جزيلا ليلى. يبدو اهتماما واضحا من قبل الحاضرين للويبينار انه في فتح شهيتهم جدا ان يكون للدعاة والقادة الدينيين دور كبير في تمكين النساء في مجالات بناء السلام، او ايضا عدم تمكين النساء في مجال بناء السلام. سارة الجابري ذات خلفية نستطيع أن نقول ما بين قوسين دينية، فهي ماجستير دراسات إسلامية وأيضا تعمل على توعية النساء حول السلام وحول حقوقهن، وأيضا مديرة مشاريع بجمعية الأسرة السعيدة. سارة، ستواجهين في هذه الحلقة كثير من الأسئلة، ولكن الآن أنطلق إليك بنفس السؤال الذي سألت فيه ليلى. ما طبيعة النشاط التي تمارسيه خاصة فيما له علاقة ببناء السلام؟ كيف يصب في هذا المجال؟ كيف تصفي هذا العمل؟ وكيف تصفي علاقتك بالمجتمع وبالسلطة؟ تفضلي أخت سارة. أولاً بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الأخوات والأستاذات تكلموا في بناء السلام، لكن نحن كدور الداعيات أو كدور يعني ما في هذا الشيء هو دور كبير، بما أنه يعني أكثر الناس اشتغلوا وأكثر النساء اشتغلوا في هذا الموضوع من الجانب، لكن إذا جينا من الناحية الدينية ومن الناحية الإسلامية فإن اشتغلنا في هذا المجال من طرق عدة، وهي بطرق دعم النساء نفسيا عن طريق التوعيات في المصليات، التوعيات في المحاضن المجتمعية، نخرج كنزولات نواكب القضايا المجتمعية اللي تفيد المجتمع، أيضا كمؤسسة أو كجمعية تشتغل في مجال هذا دعم النساء من ناحية التمكين الاقتصادي، يعني من ناحية أنه نعمل للمرأة تمكين اقتصادي بحيث أنه نعمل لها زي الدورات زي ذا، بس هذا ما يمنع المرأة أنه لأنه بحجابها أو بأنه المرأة مثلاً متدينة يمنعها الدين من هذا الشيء، لا، هي تنطلق بحدود شرعية، تنطلق سواء كان لأنه هذا زي ما تقولين يدخل أيضاً في مجال الدعوة، في مجال يعني دعوة المرأة نفسها سواء كانت داعية أو سواء كانت يعني مجتمعية في كل الأمور. فلذلك يعني حتى نحن نكتفي بهذا في زمن الرسول، صحابيات الرسول، فاطمة كانت خولة بنت الأزواج من القدوات الرسول، أول الداخلات في الإسلام خديجة رضي الله عنها. فلو رجعنا إلى زمن الرسول ما كان مقيد بس زي هذه التوعيات، زي هذه بناء السلام ما كان مقيد فقط على الرجال، لا، وإنما تشارك المرأة في كل هذه المجالات. من الناحية أيضا المجتمعية أن نحن نشارك المرأة بملامسة القضايا، قضاياهم، ما هو المرأة، إيش يعني من ناحية برضو النزوح الحين الآن مع الوضع الحالي في البلاد، تكون دور المرأة أو النساء دورها كبير،
يعني فرق بين المرأة يوم تكون قبل 2015 والآن بكثرة النزوح، يعني تضطر المرأة بتدعم بيت، بتدعم تكون مربية، تكون ربة بيت، تكون ده. فلا بد في هذا الوقت الراهن أن تخرج وتنطلق وتدعو، يعني سبحان الله، يعني تحاول أن إيش تدعم زوجها، تدعم عائلتها بهذا الوضع لتحسين وضعها الاقتصادي، لتحسين أمورها الاقتصادية. فهذا من الباب، من هذا الباب لابد أن نحن نشتغل ونعمل في 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 توعيات السلام، وكيف نوعي ونغرس مفاهيم السلام وما بعد هذه الحروب، ما بعد هذه المطاحنات. لازم نحن كدورنا كداعيات أن نخرج بتوعيات أكثر وتوعية، بحيث أنه نلامس المجتمع، نلامس النساء في المجتمع، ما هي يعني كيف تنطلق المرأة، كيف نمكنها، سواء كانت في مؤسساتنا، سواء كانت في جمعياتنا، سواء كانت في محاضننا، في أي مكان يخص النساء نخرج نحن بهذا الشيء، نخرج نستغل زي هذه المحاضن، محاضن الدروس النسائية التي تجمعات نسائية، نستغلها بإعطاء المرأة كلمة أو كلمتين، نوعيها، نفهمها ما هو دورها، ما هو معنى السلام للمرأة نفسه، إيش يعني إيش ما هو دور المرأة في السلام نفسه، كيف توعي وكيف ننميها وكيف ندعمها نفسيا بهذه الطريقة. وأيضا نعلمها أن الإسلام لم يقيد للمرأة عدم حضورها، عدم مغالطتها، هي فعلا تنطلق وتخرج في جميع أمورها وتكون يعني سبحان الله داعمة للرجل في كل، لكن يكون بحدود شرعية إسلامية موافقة لهذا الأمر. شكرا أستاذة سارة. أعتقد إن كان في جوانب من الجوانب ليلى وسارة ما كانوش يعني ما جاوبونش في علاقتهم بالسلطة وبالمجتمع، لكن الفقرة التالية سأدير نقاش مع الأختين، وربما ريم تتداخل أيضا بأسئلة الجمهور إذا كان ممكن. إحنا بنتكلم من البداية على أن هناك ممارسات فعلية من النساء على أرض الواقع تساهم بشكل ما ببناء السلام، أو على الأقل تحافظ على بنية المجتمع من التهتك، بحيث يكون بناء السلام مستقبلاً أقل كلفة. هل يمكن كن ضرب أمثلة واضحة العمليات تقوم بها النساء في ممارساتهن اليومية يمكن أن تقلل من كلفة بناء السلام مستقبلاً، بحيث أنها بتحافظ على الحد الأدنى من السلام المجتمعي؟ أبدأ بالأستاذة سارة وبعدها ليلى، بس أتمنى أن أنتم تعطونا أمثلة حية بالإمكان أن تصل أقرب. تفضلي أستاذة سارة. الأمثلة يعني زي بناء السلام، مثل لو قلنا أنه تمكين المرأة مثلا في مؤسساتنا، ما كان من قبل ما كان في تمكين للمرأة زي دورات تدريبية. أستاذة سارة عفوا قاطعك، أنا أتمنى تذكري لي من ممارسات النساء اللي أنت بتختلطي بهن وموجودة على أرض الواقع، إلى أي مدى ممارساتهن اليومية بالإمكان أن تكون بانية للسلام وأيضا تخفف من كلفة السلام المستقبلي، بمعنى حفاظهن على السلام أصلا في مجتمعاتهن، إذا كان عندك أمثلة لمثل هذه الممارسات. إذا قلنا الأمثلة هي أمثلة كثيرة، مثلا في صلح بعض ذات البين في المجتمع، أيضا بعض النساء كونوا الآن في الوقت الحالي زي هذه اللجان المجتمعية في المجتمع، كيف يصلحون ما بين ذات البين، كيف تبني أو تعمل التوعيات، النساء يخرجون توعيات لبناء السلام أو لتفعيل هذا مبنى السلام، وما هو السلام، وكيف هي المرأة تغرس في بيتها وفي مجالها وفي يعني في كل موقع مما هي متواجدة فيه، كيف يعني تعمل في هذا السلام، كيف يعني تبين للناس إنه ما هو تأثير هذا السلام،
وما بمعنى هذا في هذا بمعنى انها ممارسات موجوده ومتوفره في بيئات متعدده أيوة. منها أيوة. ونعلم انه الحروب تؤثر حتى في العلاقات الاسريه الى اي مدى تزداد أيوة. العنف المنزلي العنف تجاه أيوة. الاطفال تجاه الفئات الهشه. شكرا نعم. استاذه ساره. ليلى نفس الشيء، الى اي مدى انت في مجتمعك ايضا تختلف المجتمعات من مجتمعك الى مجتمع ساره الى مجتمعي الشخصي، الى اي مدى تجدين النساء يمارسن ممارسات بالامكان ان تكون محافظة على السلام وأيضا تخفف من كلفة السلام المستقبلي؟ ممكن تكون عندنا في عدن واضحة جدا، ومن المكونات اللي موجودة عندنا أو المبادرات الواضحة للحركات النسوية اللي موجودة في عدن التي تعمل، سواء كانت في برامج واضحة تتبناها المنظمات الدول المنظمات المحلية أو الدولية، مثل تكتل نون الذي عمل خلال الفترة الماضية إلى في مشروع ممكن يكون مشروع تنموي أغلب ما هو مشروع اجتماعي، وحاولوا يحرصوا فيه على المناطق اللي فيها نزاع توصل إلى مرحلة أنه تم استخدام السلاح فيه، وعملوا على عملية حل هذه المشاكل الموجودة فيها. هذه واحدة من إيش نوع الحلول؟ عفوا أنت تكلمتي عن جزء تنموي. أيوة، نحن الآن في الآن أغلبية الناس ينظروا إلى أنه البناء السلام هو بعيد جدا عن التنمية، لكن نحن ننظر الآن إنه لا، نحن محتاجين إلى برامج التنمية التي تعزز السلام، التي تعمل على حل المشاكل الموجودة واللي تسبب إلى عدم استقرار السلام. ممكن تعطينا تجربة إنهم يعني إنهم استخدموا الناس في عمل مقابل أجر، ساعدوا في تكوين أشياء، ساعدوا في ترميم، ساعدوا في شبكة، ساعدوا في لأن في المرحلة الحالية زي تكتل النسوة أو تكتل نون قاموا بعمل 6 مشاريع بمبلغ ممكن يكون 20,000 دولار، وهو مبلغ ممكن يكون ضئيل جدا للأنشطة اللي قاموا فيها. واحدة من الأنشطة اللي قاموا فيها هي ردم أحد البيارات اللي هي موجودة في مؤسسة أو مدرسة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي كانت تعاني لفترة طويلة ولم يتم النظر لها من أي سلطة أو من أي جهة للعمل على هذه الجزئية. ثاني نشاط كان معاهم هو العمل على حل البيارات اللي كانت موجودة في إدارة البحث الجنائي والتي كان يعاني منها السجن الخاص بالنساء في البحث الجنائي، أو الذي كانت تعاني من بسبب طفح المقادم بشكل كبير جدا، والتي تم فيها حلول كثيرة جدا، ولكن لم يسعى أحد إلى أن ينظر إلى المشكلة التي تعاني منها ونحاول حلها بشكل جذري. وتم هذا العمل بالتنسيق بشكل واضح مع سلطة مؤسسة المياه والصرف الصحي، إضافة إلى السلطة المحلية الموجودة في مدينة كورمكسر، إضافة إلى سلطة إدارة الأمن والبحث الجنائي. هنا نجد انه هناك في تنسيق نسعى فيه بشكل كبير كنساء، انه ما يكونش عملنا فقط محصور في القضايا المجتمعيه او في المشاكل الاسريه اللي موجوده او في المشاكل الموجوده في حي معين في حلها فقط، انما السعي في حلها بشكل جذري والتدخل سواء كان عبر زي ما قلت انه عبر مشاريع تتبناها منظمات مجتمع مدني او عبر المساهمات المجتمعيه التي يتم فيها المجتمع بالدفع من بمبالغ خاصة منهم من أجل حل المشكلة. والجميل في الموضوع إنه هذه المبادرات التي تقودها النساء هي نساء موجودات من فئات مختلفة، سواء كانت من محاميات، ناشطات، من ذوي احتياجات خاصة، من معلمات، من النساء كانوا موجودين في السلطة بشكل واضح وقوي، وهذا الشيء نحن نفخر فيه في عدن. شكرا ليلى. يبدو أن النساء محتاجات باستمرار تبرير أنفسهن وإثبات ما تثبته الطبيعة بطبيعة الحال، وأنهن يقمن بجهود غير عادية من أجل تماسك المجتمع والتقليل من أثر الحرب الذي جعل الدولة بكافة مستوياتها وسلطات الأمر الواقع تتخلى عن مسؤولياتها باتجاه الخدمات وغيرها، هذه الخدمات التي تؤدي إلى احتدام الصراع المجتمعي بالأساس وغياب مصالح المجتمع. لكن ما هو التحدي الأكبر يا ليلى اللي بتواجه النساء في تدخلاتهن في بناء السلام خارج الأطر التقليدية؟ هل هو التحدي من قبل المجتمع التقليدي أم أن التحدي الأكبر يتجه من السلطة السياسية والمجاميع ذات السلطة على الأرض أو سلطات الأمر الواقع؟ بتشوفي أنه المجتمع بيتقبل عمل النساء أو أنه بيرفضه، أم أن الرفض الحقيقي والحرب الحقيقية تأتي من سلطات الأمر الواقع بكافة أشكالها السياسية والعسكرية؟
ليلى. أعتقد أنه أول شيء المجتمع المحلي خصوصا عندما يكون المبادرات التي تقودها النساء مختصة بقضاياهم بمعاناتهم فإنهم يتقبلونهم بشكل كبير جدا، لكن للأسف الشديد الأكثر الصراع أو أكثر يمكن نقول الذي يتم محاربة المبادرات أو العمل النسوي بشكل أكبر هي من السلطة، وخاصة السلطة المرتبطة بالقرار السياسي الذي يسعى بشكل كامل إلى تحييد المرأة وإبعادها بشكل كامل من تواجدها. نحن لدينا مش فقط قصة واحدة أو مبادرة أو واحدة، لما عدة مبادرات سواء كانت في عدن أو في مختلف المناطق أثبتت أن النساء قادرات على العمل بشكل جيد مع المجتمع بأنها تكون رسول خاص في نقل الرسائل الواضحة. لكن أكبر باستمرار أننا أقاطعك لأنه في أسئلة محددة نشي نعملها، وأيضا إحنا عارفين أن التجارب عديدة وتستحق يعني لقاءات متعددة وتستحق النشر وأن تكون لها منصاتها. أضع نفس السؤال أمام الأستاذة سارة. سارة، مجال عملك أيضا مجال مهم وقريب من المجتمع، ما هو بكل الجهود التي تقوم بها النساء بدءا من حفظ السلام داخل الأسر، بدءا من حل ذات البين داخل المجتمعات، هل تجد النساء التحدي الأكبر أو المواجهة أو المعارضة من قبل المجتمع أم من قبل السلطات، سواء سلطات الأمر الواقع عسكرية أو سياسية؟ تفضلي أستاذة سارة. طبعا أعقب برضو على السؤال اللي قبل إذا سمحتي، من ناحية التجربة من التجربة في تجارب عدة أيضا نسيتها شوي بخصوص تبع تدريبي أو مع منظمة الاندي آي. خرجنا كمجتمع، انطلقنا في مناصرات مع المرأة في العنف ضد المرأة، وأيضا مناصرات في انتشار المخدرات وكيفية الحد منها. ايضا السؤال الثاني للان تتكلمين عنه هو نعم في القدره والامكانيات، لكن احيانا هناك بعض التحديات، وهي اغلب التحديات تكون من العادات والتقاليد المجتمعيه. ايضا من التحديات اللي نشوفها نحن ايضا السلطه، وهي سلطه ذكوريه، فنادر يعني تشوفين في نزولاتنا في مناصراتنا في خروج المراه كسلام تحصلين نظرا، بس مجرد انهم يشوفون المراه وخصوصا اذا كانت بحجابها بلباسها الشرعي لزام خرجت وتكلمت في هذا الموضوع نظرتهم ثانيه. من هذه التحديات اللي اكثر شيء نواجهها في المجتمع هي السلطه الذكوريه وايضا العادات والتقاليد في المجتمع. شكرا جزيلا أستاذتي، كثير ممتنة للتوضيح اللي وضحتيه واللي حيوضح للجمهور أشياء كثيرة. ورد في العرض أنه إلى أي مدى أنه بيكون النساء قادرات على هذا العمل ولكن عملهم غير مقدر. أنتم بتشوفين أستاذة سارة، بوجه لك السؤال، هل تري أن المجتمع يقدر ما تعملينه؟ هل تجدي أن المجتمع، أن أنت رغم الصعوبات اللي بتقابليها تشعري دائما بالرضا أن هناك تقدير مجتمعي لما تقومين به من المجتمع تحديدا ذكورا وإناثا؟ أنا طبعا بجاوبش بالسؤال، أقولش أصابعش هل هي زي بعض، منهم من يتقبل هذا الشيء ومنهم من ينظرون كامرأة خارج البيت مثلا من يوم يعني ما تصبحي وانت خارج البيت لين ترجعي وانت في خروج من هنا لهنا، حد يقول ما شاء الله تبارك الله هذه تدخل بمبلغ، وحد يقول حد يتقبل سواء كان ذكورا او اناثا، بما انه في زي ما قلت لك العادات والتقاليد تلعب دور في المجتمع، وخصوصا اذا كانت المراه متدينه، اذا كانت المراه داعيه وخروجها متكرر من البيت وخروجها، واذا كانت في بيوت معينه في مجتمع معين مثلا في منطقة معينة في عادات وتقاليد أو في بيوت معينة، خاصة إذا كانت المرأة، إذا نظرنا للمرأة إذا كانت أرملة، إذا كانت مطلقة، إذا كانت عازلة، إذا كانت يعني كل النواحي تمشي من غير محرم، تحسنين بعض المجتمعات عندهم شوية تحفظات، عندهم قليل من التشبث بهذا الشيء، رغم أن الدين فعلا الدين الإسلامي منع يعني لا منع المرأة بهذا الشيء وإنما حثها بهذا الشيء، لكن في حدود زي ما قلت لكم في حدود شرعية، يعني هي طبعا ما بتروح بتخلو برجل ولا بتروح إلا في حدود شرعية، ما بتسوي كيف نحن نكون كقدوات وكداعيات للمجتمع. لذلك أنا أقول لك إن الحدود أو التحديات المواجهة أو تقبل المجتمع
أصابعي لها سواء، حد يتقبلش بشكل ويشجع في هذا الموضوع، ولكن تكثرين الأكثرية ضد هذا الموضوع ومباشرة يعني ينظرون نظرة. أستاذة سارة، هل بتجدي أنه أكبر مخاوف النساء العاملات في هذا المجال هو من وصمة المجتمع والخوف من التشهير، تشويه السمعة، أو مخاوف أمنية، أو إنها مخاوف اقتصادية؟ ما نوع المخاوف اللي بتواجه النساء التي يقودن مثل هذه الأعمال من إصلاح ذات البين والعمل على التوعية والعمل على السير في الأعمال اللي مثل هذه كأعمال الخير التي تقومي بها مثلا؟ أولاً هي أكثر التحديات اللي تواجهها زي هذه اللي تتعامل فيها المرأة، زي ما قلتش ما تحصل تقبل منهم إذا كان مثلاً الجانب الذكوري موجود في ذا الموضوع، يعني يحس إن المرأة تجي وتصلح بذا، يعني بعضهم يردونش بصد، لكن أنت سبحان الله إذا كانت يعني عندش هدف معين، عندش طموح معين، بتغرسي مبدأ أو بتعملي على نشر مبدأ معين تحت نمط معين، فسبحان الله الوحدة الواثقة بنفسها والمؤمنة وحصلت دعم أسري من البيت نفسه بتنطلق، ولا يعني زي ما يقولون قفلي مسامعش وشي، يعني ما عبت تقطعيني لفلان وعلتان، إذا جلستي يعني جلسنا على هذا الموضوع ما بننشر شيء ولا بنعمل شيء في مجتمعنا نحن كداعيات وكالنساء، لكن في حدود زي ما بدون. شكرا أستاذة سارة، أحب جدا اللهجة الحضرمية. ليلى، نفس الشيء، يعني انه بحسب تجربتك انت، ما هي اكبر المخاوف؟ الى اي مدى بتشعري بتقدير ينسيك التعب داخل مجتمعك؟ ايضا ما هي اكبر المخاوف؟ هل هي الوصمه؟ هل هي ظروف امنيه؟ هل هي سياسيه؟ وهل يفرق مع الجمهور اذا كنت تقومين بهذا العمل منخرطه مع منظمه دوليه او محليه او عمل ذاتي او توجه ديني؟ برأيك ممكن تجاوبني على هذه الأسئلة جميعها أو نفصلها؟ أنا آسفة، ممكن تعيدي السؤال لأنه النت تقطع عندي؟ وهذه إحدى الإشكاليات الكبيرة. أنا آسفة يا ليلى. من خلال تجربتك أنت بتشوفي أنه عملك على المستوى الفردي أو المؤسسي، ما هي بيشوف لك المجتمع بتقدير؟ بتشعري بأن أنت عملش هذا مقدر من المجتمع؟ هذا السؤال الأول، وستليها الأسئلة الأخرى، بس جاوبي باكتظاظ. بالنسبة لي أنني هل ألقى التقدير الكامل؟ أيوة، نجده بشكل كبير جدا، خصوصا مع المجتمعات التي نجحنا في حل مشاكلهم وقدرنا أن احنا نوصل إلى حلول جيدة وراضية، وهذا شيء أنا أعتز فيه خصوصاً في عمل مع العمل المباشر مع الضحايا. هذا طيب. الشيء ممكن تجده بشكل أكبر. طيب ليلى، هو فعلاً الذي يشعر بوجع الناس وينقله، هذا بيصبح شريكهم في الفرح والترح وبيكون واقفين جنبه. هل في مخاوف معينة، مثلاً الوصمة، المخاوف السياسية الأمنية؟ إيش أكثر المخاوف اللي بتعيش معك في عملك؟ هو عدم قدرتي على الاستمرار. هل هو اجتهاد اقتصادي أم أنه الخوف من الوصمة المجتمعية أو تهديد سياسي ومخاوف أمنية؟ أول حاجة هي القدرة على أنني أستمر في العمل لفترة طويلة دون أخذ نفس أو أخذ مكافآت، ممكن تكون أحيانا تكون لجسديا أو نفسيا في مناطق معينة أو في فترات محددة. ثاني حاجة هي أكثر شيء هي الوضع العام. نحن الآن للأسف الشديد في عدن أو في مناطق كثيرة تجد أن هناك قنبلة موقوتة، الشعور بقنبلة موقوتة ممكن تنفجر لأي لحظة، وممكن تكون أضرارها مش فقط علي أنا، مضرر على المجتمع بالمجتمع العام. وأيضا أكثر المخاوف التي ممكن تواجهني أنا أو تواجه مجموعة كبيرة من نحن العاملين في هذا المجال هو الشعور بالعجز، سواء كان العجز في قدرتك على المساعدة، سواء العجز في قدرتك أنك تأمني ذاتك أو العائلة التي تسعي إلى أن تحاولي تحافظي عليها بشكل كامل. هذا ممكن أكثر المخاوف، وهذه أغلبها مرتبطة بالجانب السياسي والعمل بشكل أكبر. قبول المجتمع إلى أي مدى بيكون عندما تكوني منخرطة في عمل منظمة مجتمع دولي أو مجتمع محلي، أو بتقومي بهذا العمل من أجل المجتمع بشكل شخصي؟ هو القبول دائما يكون لما يكون مبادرتك شخصية، تكون في قبول عام، لأنه للأسف الشديد هناك نظرة عامة
للنساء العاملات في المنظمات الدولية إنهم جايين بأجندة دولية ضد الإسلام، ضد العادات والتقاليد، جاية لأنك تغيري حاجة موجودة عندهم، حتى المصطلحات والمفاهيم اللي نقولها نحاول قدر الإمكان إن يتم يمنتها. هذا الجزئية اللي نحن نشتغل عليه في المرحلة الحالية، إنه كيف ممكن أن يتم يمنت جميع البرامج والآليات التي نعمل عليها في برامج السلام، بحيث يتم إدماجها وتعريف المجتمع عليها بشكل أفضل. هذه واحدة من الأشياء اللي نحن نحاول نسعى عليها في المرحلة الحالية. أو ممكن أيضا مسألة إنك تعملي في مؤسسة محلية لك فترة طويلة في المجتمع، محتكة في المجتمع بشكل كامل، تقومي بعدة برامج يستهدف نفس المجتمع، بينما في المنظمات الدولية تتنقلي من مجتمع إلى آخر بحسب المشاريع والاحتياج المختلف. بمعنى ما بتبنيش علاقة مع المجتمع. بستكمل معك هذا النقاش ثم أعود للأستاذة سارة. تحدثتي عن العادات والتقاليد، كما عرضت الدراسة، وأيضا تكلمتي عن يمننة أعمال السلام، وهذه توصية مهمة أيضا وردت في دراستنا. هذا إلى أي مدى الإرث التقليدي سيف ذو حدين؟ قد يحد من طموحات الفرد سواء امرأة أو رجل في التغيير، في ابتكار آليات جديدة، وبالإمكان أيضا استثماره في مسألة بناء السلام وإشراك النساء فيه. ما رأيك في هذا الموضوع؟ إلى أي مدى يمكن الاستفادة من الإرث التقليدي في تفعيل وتعظيم دور النساء في بناء السلام؟ أعتقد أنه من الأشياء المهمة جداً نحن نبحث على النقاط التي تعزز تواجد المرأة من خلال العادات والتقاليد، لأنه عندنا في عادات وتقاليد كثيرة جداً ممكن تكون بدأت عدم استخدامها وعدم العمل عليها بشكل أكبر لتعزيز دور النساء. نحن مثلاً في عدن عندنا احنا تواجد النساء من فتره طويله جدا، انه الدعوه الى العمل، انها موجوده في مرافق عمل كثيره، انها خروجها بشكل كامل في قضاء والعمل على قضايا كثيره كان مقبول بشكل كبير جدا في عدن. مساله الان نحن نعزز الصوت هذا، نحاول نلتقي بالنساء الذين عملوا اساسا في النظام السابق، نشوف انه كيف كافحوا من اجل وصولهم لهذه المركز المراكز هذه الى تواجدهم في دي الاماكن، وكيف نحن ممكن نعكس هذه الخطوات اللي قاموا فيها بمرحلتنا الحاليه مع مراعاه الاختلاف الزمان والوقت، وايضا مع المراعاه لحساسيه. نحن دائما مشكلتنا نحن في العمل مع قضايا النساء لا نسعى الى تحسس المجتمع من عمل المراه ومن القضايا التي تقوم بالعمل عليه، دائما نريد ان نفرض عليهم ما نحن ننظر لهم، ما نرعاش انه المجتمع كيف ممكن يحترم او يتواجد النساء اذا راعينا حساسيته وعملنا كيف وعرفنا كيف نتعامل مع هذه الجزئيه. التطرف موجود في كل الجهات، سواء الذي يعتبر ان احنا دخيلات على المجتمع او احنا اللي نعتبر ان المجتمع لم يعد يصلح لاداره نفسه. استاذه ساره، نفس السؤال، هل يمكن الاستفادة من الإرث التقليدي الذي كان لديه مكانة معينة للنساء سواء كانت منقوصة أو غير منقوصة، إلى أي مدى بالإمكان أنه تعظيم هذا الدور وتفعيله في مساعدة النساء على البقاء في ميدان بناء السلام والميدان العام بشكل عام؟ تفضل يا أستاذة سارة. نعم، هناك استفادة كبيرة في موضوع هذا الإرث، وهناك تجارب جميلة أيضا، لكن تم العزوف عنها نظرا لأن المجتمع تم العزوف عنها لأن المجتمع قد يعني زي ما تقولين توعوا أكثر عن السلام، فكان عزوفهم بسبب يعني أمور كثيرة. فتشوفين إن الإرث يعني وقل إنه قبل فترة بسيطة كانت موضوع ال الو ايوه معك يا استاذه، نسمعك، تسمعينا؟ ايوه تفضل، لان النت عندي بدا يتقطع. يعني وقبل فتره كان ليست بسيطه، كان يلاحظ ان المراه ودورها في المجتمع دور كبير، المجتمع الحضرمي وخصوصا في المجتمع الحضرمي، ولكن بهذا دور المرأة في المجتمع الحضرمي دورها كبير وفعال.
مما أدى إلى وجودها أو يعني مفاهيمها في هذا الإرث، ومما أدى أيضا إلى دورها من ناحية أنه ألو هيا معاك يا أختي أستاذة سارة، تسمعينا أستاذة سارة؟ ألو أيوة معك، معك كملي، نسمعك نسمعك. كنا أيضا نلاحظ أن دور المرأة ودورها في المجتمع الحضرمي، وعندنا كثير من الرائدات لكن انحصر هذا الشيء وخصوصا في المجال السياسي والثقافي. طيب أستاذة سارة، بيقودنا هذا السؤال إلى سؤال آخر مشابه تماما. أيضا التدين، لا أقول الدين تحديدا ولكن التدين، سيف ذو حدين في المجتمع، فأحيانا كثيرة يطغى على حريات الآخرين وحريات الأفراد وأيضا يؤثر بشكل أو بآخر. إلى أي مدى بالإمكان أن يصبح الدعاة الدينيين والمجتمع الديني مساهم في بناء أو في تشجيع النساء على المشاركة في العمل العام وفي بناء السلام تحديدا؟ يكون هذا له دور كبير. ايوه طبعا يكون هذا له دور كبير من جانب النساء، من الناحيه زي ما قلت لك المحاضن الدينيه زي المحاضن تجمعات النساء يكون لها دور كبير من ناحيه المحاضن تجمعات النساء. ايضا زي ما قلتي سلاح ذو فعال، وزي ما قلتش انا من قبل لو نرجع نحن في زمن الصحابه انه كانوا الصحابيات من قبل يعني كان الرسول عليه الصلاه والسلام يحبهم على ذا الشيء، فكانت منهم من حملت وخرجت في الميدان، ونحن نوعي المجتمع بهذا الشيء ونرجعهم بهذا الشيء ان الدين ما حصر المرأة او ما يعني ما اغلب على المراه، ما جعلها مبينه في حاجه معينه، بل لابد ان تنطلق زي ما كانت دور الصحابيات في زمن الرسول، من فاطمه الزهراء، من ايضا خوله بنت الازور، من ايضا المضحيه سميه رضي الله عنها. من هذه الامور نحن هي امثله رائعه وجميله، ولكن نريد الاسراع في الوقت. ليلى، انت من وجهه نظرك الى اي مدى يمكن لرجال الدين أو الدوائر الدينية أنها تدعم وجود النساء، وإحنا عارفين أنه إلى حد ما يوجد تحريض ديني غير عادي في المساجد، أعتقد أنها بتشتغل عليها السلطة أكثر ما أنه بيشتغل عليه المتدينين والدين. إيش رأيك ليلى؟ ما نش عارفة حدد هذه الجزئية، خاصة أنه لحد الآن إحنا مش في المدارس التي تقوم برعاية التي أيضا تمارس ضد النساء بشكل ممنهج، والتي تظهر من فترة إلى أخرى، فهذه مشكلة نحن لحد الآن في المرحلة الحالية لا نعرف كيف نتعامل معها، خصوصا مع التغيرات، خصوصا مع التغيرات التي حاصلة، اختلافات المدارس، عدم وضوح واضح، عدم وضوح السبب الحالي الذي يتم فيها استهداف النساء العاملات سواء كان في المجتمع المدني أو العاملات في المجال العام. وأعتقد أنه لو قدرنا نحن نوصل إلى أو نتقرب بشكل أكبر إلى المدرسة المتوسطة التي أساساً حتى الداعين المتزمدين بشكل كبير يحاربوا هذه المدرسة المتوسطة التي ممكن نحن نوجد نوع من الخطابة الموجودة فيها، أنا ممكن أقول أننا نحن في عدن خسرنا عدد كبير جداً من إمامات المساجد، من الداعين المتوسطين اللي تم اغتيالهم خلال الفترة اللي فاتت، والذي كنا نعمل معهم بشكل جيد في مسألة طرح القضايا المجتمعية وإشراك النساء، وكانوا يتواجدون معنا في جلساتنا وفي برامجنا، لكن للأسف الشديد الآن نجد صعوبة كبيرة في هذا الأمر. شكرا جزيلا ليلى. يبدو أن التوسط هو المستهدف من الحروب بشكل عام، لأن الحروب تحتاج إلى كمية كبيرة من المتطرفين للانخراط فيها، في التوسط سواء الديني أو الاجتماعي أو حتى التوسط في فكرة السياسي بحد ذاته هو غير مرغوب فيه في الحروب. ريم، هل نستمر في السؤال حول التوصيات ورأيهم في التوصيات أو ننطلق إلى نقاش الجمهور، لأنه أخذنا كثير من وقت الجمهور؟ صحيح.
احنا حاولنا بقدر المستطاع انه تكون الحلقه اقصر، يعني هي الحديث ذو شجون، وممكن نضل 4-5 ساعات نتحدث في المواضيع وفي الاسئله، وكلنا لدينا اسئله للباحثتين والضيفتين، ولكن بنحاول ان احنا نخلص خلال 13 دقيقه من الان. انا بترك المجال لمريم، عندي لها شويه اسئله من اسئله الحضور، وكمان محتاجه منها هي هدى اذا عندهم اي تعقيب عن الذي دار في النقاش بينك وبين الضيفتين ساره وليلى. فمريم وهدى في شويه اسئله، ممكن ابدا معك يا مريم، اجمعهم لك مره واحده يعني الاسئله، وبالنهايه تعطيني تعقيبك على كل هذا الموضوع وعلاقته بالدراسة. أولاً كان عن سؤال عن التوصيات، إنه كيف ممكن نخلي هذه التوصيات عملية في مرحلة ما بعد الحرب، كيف ممكن تحويلها إلى أعمال. والشيء الثاني كان إنه هل يعتقد الباحثون أو وجد الباحثون في هذا البحث إنه ممكن استخدام العادات والتقاليد في حل النزاع السياسي، اللي العادات والتقاليد قصدوا العرف القبلي، هل ممكن إنه يتدخل في حل نزاعات سياسية؟ وهل النساء في المناطق القبلية تستطيع استخدام هذه التقاليد برضو في حل النزاع السياسي وليس فقط المجتمعي والخدمي؟ والسؤال الأخير كان لماذا لم يتم التركيز على جانب التمكين الاقتصادي وإعطائه مساحة كافية في هذا البحث؟ وكان في سؤال أيضا إنه هل ركزنا على القطاع الخاص البرايفت سيكتور في هذه الدراسة، وأنا كنت رديت إنه لا، بس ممكن أكون غلطانة يعني، وأنتي توضحي أكثر. فتفضلي مريم وأعطينا تعقيبك على النقاش. تمام، شكرا. Thank you so much. I will try to. شكرا جزيلا ريم، سأحاول أن نجيب على هذه الأسئلة بأسرع وقت لضيق الوقت. قرأت بعض الأسئلة وأشكرك ريم لتلخيص هذه الأسئلة، ولكن ودت أن أذكر وأجيب على السؤال الأول والثاني فيما يخص المقترحات، وأن احنا نجعلها أكثر ما هي الطريقة التي نستطيع أن نفذها بعد الصراحة. هناك عدة طرق، ومن الضروري أيضا أن يكون هناك ستكون هناك أدوار أكثر بعد الصراع، خصوصا مع عدم الاستقرار في فترة الصراع، ولكن واحد من الطرق هي عبر الجهات النساء الذي يعملوا على المستوى المحلي الذي لا نسمع عليهم في الإعلام أو في عمل المنظمات. إذا نستطيع أن نعمل ببناء شبكات بينهم ليقدموا الدعم لبعضهم البعض، هذه واحدة من الطرق التي نستطيع أن نستخدم خبراتهم ومهاراتهم ونبني شبكات قوية بينهم. والإجابة على السؤال الثاني، هذه الشبكة نستطيع أن نستخدم هذه الشبكات أثناء النقاشات مع الأطراف المسيطرة والأطراف المؤثرة وإشراك أصواتهن في المسار الثاني والمسار الأول من عمليات السلام، وهذا المستوى هو مستوى الحوار السياسي بين الأطراف. فمن الضروري أن نخلق منصة لإشراك جميع هؤلاء النساء في هذا المجال ولنساعد في إيصال أصواتهم ولتمكينهم وتمكين النساء الأخريات في هذا المجال. فيما يخص المجال الاقتصادي مغطى في الورقة، الورقة طويلة أكثر من 50 صفحة، ولكن غطينا أيضا المجال الاقتصادي ولن نستطيع أن نقدم جميع النقاط من الورقة في العرض الذي قدمناه، ولكن أنا والباحثين الآخرين ركزنا على المجال الاقتصادي ومجالات أخرى أيضا، وأيضا ننظر إلى كيف نستطيع أن نستخدم هذه الفعاليات أو النهج التقليدية والقبلية لدعم دور المرأة. فأتمنى أني استطعت أن أجيب على أكبر عدد ممكن من الأسئلة. هل عندك أي تعقيب مريم على الحوار اللي دار؟ بين بلقيس و أنا يا ريم ولا؟ أنتي أيوة سؤال. لا سألتك إذا كان عندك أي تعقيب على الحوار اللي دار بين بلقيس وبين الضيفات.
Yes, okay, I will continue in English. أيوه سأواصل باللغة الإنجليزية. كانت هناك نقاط مهمة وكثيرة نوقشت أثناء النقاش بين بقيس وسارة وليلى. شكرا لكم، شكرا لكم سارة وليلى لمشاركتكم لهذه الأمثلة الحية التي تظهر كيف يستطيع الأشخاص العاملين في المجال المحلي أن يحدثوا التغيير، وخصوصا فيما يخص القيادات الدينية. هذه النقاط مهمة جدا، وهي مهمة لأن لا يوجد بحث أو أدبيات كافية حول كيف يستطيع هؤلاء القيادات المحلية، إن كانوا قيادات دينية أو غير دينية، كيف يستطيع أن يعملوا معا. لا زال المجال هذا غير مركز عليه، ومن الضروري أن نستمع إلى الأصوات المختلفة والتنوع في هذه الأصوات المحلية، ولن نستطيع أن نبني السلام إلا إذا عملنا معا. هذه ليست فئات مختلفة منفصلة، من الضروري أن نصنع هذه المنصات لنصل إلى يمن أفضل وإلى مجتمع أفضل بعد الصراع. فأتمنى أن تكون هناك أبحاث إضافية حول هذا الموضوع. هناك أسئلة أيضا مثيرة للاهتمام، ولكن هذه خطوة فقط، هذا البحث هو خطوة فقط باتجاه التركيز على هذه المواضيع، وإذا لم نعمل ذلك لن نستطيع أن نحدث تغيير. هو من السهل أن نهجم على شيء أو فكرة معينة ونقول لماذا لم تركزوا على هذا النقطة وهذا الموضوع، لكن إذا من الأفضل أن نركز على ما لدينا الآن وكيف نستطيع أن نستخدم هذه الأفكار وهذه الخبرات وهذه النتائج لبناء السلام. إذا لديكم أي أفكار أخرى شاركوها معنا، نريد أن نبحث فيها، وأتمنى أن مستقبل اليمن سيكون أفضل، وأن الرجال والنساء سيستطيعوا أن يعملوا معا لبناء يمن مستقر. شكرا يا مريم. هدى، عندك أي تعقيب؟ كمان كان في أسئلة حول الأسئلة التي طرحت في البحث وعينة الأشخاص الذين استهدفوا في البحث، وكمان رد فعل السلطات، فما أعرفش إذا هذه بيانات اوريدي موجودة في الدراسة ما فيش داعي نستحضرها، لأن اللي بيقرأ الدراسة بيفهمها، أو تحبوا أنكم تردوا عليها هدى ومريم؟ عفوا يا ريم، ممكن تعيدي آخر سؤال؟ كنت حابة أسألك عن رأيك في النقاش اللي دار، إذا عندك أي تعقيب أو أي تعليق عليه. أيوة. والشيء الثاني كان في أسئلة حول من هم الأشخاص الذين استهدفوا، ما هي الأسئلة التي طرحت، وكيف كان رد فعل السلطات خاصة في المناطق الشمالية. فما أعرفش هل هذه الأسئلة إجابتها موجودة في الدراسة والقارئ ممكن يستشفها من الدراسة، أو تحب أنكم تعلقوا عليها؟ طيب، بالنسبة للنقاش الدائر كان بالأستاذة بلقيس، وصوتي واضح يا ريم؟ أوكي. النقاش الدائر بين السيدة بلقيس وبين الأستاذة سارة والأستاذة ليلى، نفت نظري العبارة التي قالتها الأستاذة ليلى لما أتكلم بلقيس، طرحت أنه ما هي الأشياء اللي موجودة في المجتمع من أجل أن نفعلها من حيث العادات والتقاليد، بحيث يمكن أن تساعد في تعزيز دور النساء في صنع السلام. وأنا عجبتني النقطة اللي طرحتها الأستاذة ليلى، قالت العودة إلى ما كانت تمثله المرأة في عدن في من المشاركات. لأنه الناس عندما أقول عودة إلى الماضي أو عودة إلى التقاليد، يعتقدوا أننا نعود إلى حاجة قديمة أو حاجة بالية أو حاجة لم تعد تصلح. لا، قد يعني في اليمن مثلا، في مدينة زي عدن ما التي كانت ماضيها أفضل بكثير من حاضرها، العودة إلى الماضي شيء مستحسن. يعني فالناس يعتقدوا إنه إحنا لما نقول ماضي نعود للتقاليد، نعود للريف، نعود لا، هذا مش صح. في يعني هذا موضوع، أنا بالنسبة لي أؤمن بحاجة اسمها السياق، السياق ثم السياق ثم السياق. السياق هو كل شيء، السياق هو السؤال والسياق هو الإجابة. عندما نقول ما هي الأشياء التي نود أن نفعلها في المجتمع، هذا يعتمد ما من هي، نحن نتكلم عن أي مدينة، نحن نتكلم عن حضرموت، نتكلم عن عدن، نتكلم عن صنعاء، نتكلم عن إب، نتكلم عن تعز، لأنه كل مدينة لها طريقتها، لها تاريخها، ولها علاقتها، علاقة نسائها برجالها، وهذا يعني من الأشياء الفريدة ربما التي تخص عندما نقول خصوصية المجتمع اليمني. هذه هي إحدى الخصوصيات، أن المجتمع، أن المحافظات متشابهة هي أيضا مختلفة،
وممكن أن نستفيد من هذين النقطتين في هذا المجال. هذا بالنسبة للنقاش الدائر بين الأستاذة بلقيس والأستاذة سارة والأستاذة ليلى. كان عندي أتمنى أن بس ما ظنش أنه في كان في ما ظنش في وقت، بس أنا أحب أقول يعني بما أني كنت موجودة، أنا بصراحة أثناء ربما أحيانا الإنسان عندما يكون في نص العمل ما ينتبهش حتى على نفسه كيف، لكن أنا كنت معجبة بصراحة من أين أتت الأستاذة سارة الجابري بهذه الشجاعة أنها تقوم ما قامت به. أحيانا الإنسان عندما يتصرف بطبيعية يعني تسأليه كيف سويت كذا يقول ما أعرف شو يعني. كنت أتمنى أن الأستاذة سارة تتكلم، لأنه النساء والرجال اللي طرحوا النقطة كانوا إحدى القصص ذكرت أنه كانت واحدة تجي تتكلم مع الأستاذة سارة عن إنه انضربت، فسارة قالت لها روحي قدمي بلاغ. يعني هذه نقطة ناس يعني كيف يعني من أين أتت الأستاذة سارة هذه الشجاعة حتى تقول لها روحي قدمي شكوى؟ هذا الموضوع اجتماعيا غير مقبول، ودينيا أحيانا هناك قراءة لبعض النصوص أنه لا يجوز أن يخبب الإنسان المرأة على زوجها، هناك عقاب يعني يخبب يعني يخليها تزعل منه أو يقلبها عليه زي كده. فأنا معجبة بهذه النقطة. أنا بحاول أجاوب على الأستاذة سارة بالنيابة عني بأنه ما فيش وقت، بقول إن هي إنسانة شجاعة، والإنسان دائما يمتلك شجاعة ويمتلك حسن تصرف يمكن هو نفسه مش واعي فيه. أنا عندي إضافة واحدة، أنه في اليمن المحرك الأساسي، مش في اليمن في أي مجتمع، المحرك الأساسي هي الرغبة في الأمان. الرغبة في الأمان، الإنسان عشان يحصل على الأمان ممكن يسوي أي شيء، ممكن يرتكب جريمة عشان يحصل على الأمان. في اليمن المرأة تريد أن تحصل على الأمان، وهي يعني الموضوع يطول، أنا ما أقدر أقول المرأة لأنه غير صحيح، ولكن النساء خلينا نقول بشكل عام يشعرن أنهن المسؤولات عن التأمين النفسي للعائلة لأسباب كثيرة، أسباب التربية يعني. فعشان توصل لهذا الأمان أحياناً هي من تدفع أبنائها للذهاب إلى الحرب عشان يجيبوا فلوس. هذه النقطة كانت موجودة، هذه يعني المرأة التي تمنع أولادها، يعني ليش أقول أن المرأة ليس 100% طبيعتها مسالمة عشان هذه فطرة الله. أنا ما في حاجة اسمها فطرة يعني، مش كثير أنا يعني مؤيدي هذه الفكرة، لكن هناك أمهات يدفعن بأولادهن إلى الحرب عشان تشعر بالأمان في أسرتها، عشان الباقي يعيش، باقي الأسرة تعيش. فالمرأة التي تمنع الأولاد من الذهاب إلى الحرب هي نفسها أحياناً التي تأمرهم بالذهاب إلى الحرب عشان يحصلوا على 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 المال. والنقطة الأخرى، النساء في الح... في ال... في ال... يعني هذا ذكرها كان احد المسؤولين في عدن، احد الرئيس مدير عام، خلينا بس ارجع لل يعني الاستاذ، انا غايب الاسم لاني مش اذكره غلط، لكن هو عموما احد مدير عام في عدن، قال انه النساء متضررات من الحرب اكثر من الرجال بسبب انهم ما يستفيدوش من الحرب، لان ما تقدرش تروح تحارب. يعني كان موجود الآن في إحدى الملاحظات هنا في الشات موجود إنه النساء لم المرأة هي الوحيدة التي لها الحق في الحديث عن السلام وتقوده، وهذا ما يثبته الواقع، حيث لم يلاحظ خلال فترة الحرب أن حملت المرأة السلاح. ما أنا ما أعرف من صاحب التعليق، أشكره جدا لأنه هذا يعطينا فكرة يعني يعطينا حافز ونحن نتكلم إنه لا، المرأة كانت تحمل السلاح في بعض المحافظات، في عدن حملت السلاح، ما كانت جالسة في البيت يعني طول الوقت. ولذلك أقول السياق مهم جدا في الكلام. النقطة الأخرى إنه المرأة لم تحمل السلاح، لكن أحيانا كانت محرضة ليذهب ابنها أو زوجها أو للحرب، مش لأنها تشارك في الحرب، هي ببساطة تريد أن تشعر بالأمان، تريد أن تحقق يعني الحصول على مال حتى يستطيع أن تعيش باقي أسرتها. ففكرة إنه المرأة هي الوحيدة التي لم تحمل السلاح في الحرب، أنا أعتقد أن هذه العبارة ليست دقيقة وليست صحيحة، ولا كانت في أماكن المرأة كانت محرضة والمرأة حملت السلاح بغض النظر عن الأسباب التي، لكن فكرة المرأة المجنحة، المرأة الملاك مش موجودة، لأنه مش عارف. أنا أسفة لأني طولت وشكرا. بالعكس، شكرا لك يا عودة، شكرا، كانت ختمة ممتازة بصراحة.
بالنسبة لأسئلة البحث أعتقد ما فيش وقت نرد عليها، وهي كانت ذكرتها مريم اوريدي في منهجية البحث، وممكن تكون واضحة برضو بمنهجية البحث منهم العينة المستهدفة وإيش كانت الأسئلة بالضبط. فأعود لبلقيس عشان تختم الجلسة، وقبل كذا أشكركم كلكم، أشكر كل اللي حضروا واستمروا معنا الساعة والنص، وأشكر كل المتحدثات، وأشكركم على تفاعلكم وعلى التزامكم بالوقت وعلى استحمالكم للقاء مع بلقيس عشان الوقت. وتفضلي يا بلقيس اختم الجلسة. كما ختمت هدى أنه الحاجة أكثر من أنها رغبة، الحاجة إلى الأمان هي الدافع الأساس لتحرك الإنسان، والذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالحاجة الاقتصادية والأمان الاقتصادي كان له دور في تحرك ناس كثير باتجاه الحرب ووجود مصالح لهم داخلها، لكن النساء كنا محرومات من هذه المصالح، لم تستطع النساء أن تكون مشمولات من مصالح الحرب، لذلك مصالحهن في السلام أكثر، وهذا مجال لابد الاستثمار فيه دون محاكمة النوايا. لكن فعليا لا يوجد إنسان نزل بجناحين وإحنا عندنا مصالحنا، ولكن لا توجد للنساء مصلحة في الحرب لأنها لا تستطيع أن تكون ميليشيا مقاتلة. ما زال الإرث التقليدي والإرث الديني سلاح ذو حدين، إلى أي مدى نستطيع أن نستخدم سياقاته المختلفة بحيث أن يتناسب مع المجتمع اليمني ويحمل صوت اليمنيين ويدير عملية السلام بينهم، هذا عبء مهم ومبدأ مهم لابد أن تطلع به جميع الجهات المتدخلة في السلام في اليمن. ولكن من يوصف صوت اليمنيين؟ هذه إشكالية كبيرة. إلى أي مدى أن احنا في هذا البحث، طبعا لا ندعي أبدا في مركز صنعاء أو في الجهة الممولة لهذا البحث لأننا استطعنا أن ننجز، دائما المعرفة ترشدك إلى أي مدى أنت جاهل، وهذا البحث ليس بحث غير تقليدي، ولكن فيه من التقليدية ما فيه من التوصيات المكرورة ما فيه، تتكرر التوصيات في أغلب البحوث لأن ما زالت الحاجة هي ذات الحاجة منذ بدء الأبحاث إلى الآن، يحتاج المجتمع اليمني لمعرفة صوته إلى كثير كثير من الأموال وكثير كثير من الأبحاث والتعسس وسماع صوت اليمنيين كما يجب. لا أحد يسمع صوت اليمنيين لأن هذه الحرب تدار بالوكالة، ليس لليمنيين مصلحة مباشرة فيها. نستطيع أن نقول أنها ستستمر الجهود، وكما قالت العزيزة أمة السلام الحاج أم المختطفين، يبدأ السلام من قلوب الأمهات. نعم، يبدأ السلام من قلوب الأمهات المجروحة بقتل أولادهن، بجوع أولادهن، بتحملهن مسؤوليات عديدة. المسؤوليات التي تحملتها النساء الاقتصادية وغيرها، صحيح أن النساء اجترحت مجالات جديدة واستطاعت أن تذوق طعم السلطة بشكل أو بآخر، ولكنها سلطات مشروطة تدفع النساء ثمنها من وقتها ومن صحتها، وأيضا ربما لا تكون هناك لها مكاسب في المستقبل. فبعد الحرب يقال لهن عدنا إلى حيث كنتن ونحن سنقود المسيرة. هذه الأشياء ما زالت في طور، إلى أي مدى تستطيع تدخلات بناء السلام أن تربط التنموي بالحقوق، أن تتقاطع مع مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي بطبقاته المتعددة بإجراءاته المتعددة بمؤسساته. نحن الآن نواجه، كنا في الماضي نواجه عنف التقاليد ربما، عنف إرث ربما، ولكن نحن الآن نواجه عنف السلطة بكل مستوياتها، سواء السلطة الرسمية أو السلطة المعترف بها دوليا أو تلك السلطات الأخرى. شكرا جدا لوجودكم جميعا، شكرا للمتحدثات، آثرنا اليوم أن تكون القيادة نسائية وأن نستأثر بالوقت لأن هذا احتفاء بجهود النساء على الأرض. نشكر جميع من حضروا وخاصة الرجال، هذا كان اختبار مهم إلى مدى اهتمامك بقضايا النساء دون أن تكون متحدث فيها وأن تكون مستمع. شكراً للرجال جميعهم، هذا فخ، هذا فخ. شكراً للنساء جميعاً، شكراً هدى، شكراً مريم، شكراً سارة، شكراً ليلى، شكراً جزيلاً ريم على قيادتك لهذا المشروع، ولكل الموجودين والموجودات، ولفريق مركز صنعاء في الميديا الذي ساعدنا كثيراً، حمزة الرجل الذي وقف وراء هذه الفعالية النسائية. ونتمنى السلام لليمن ولقلوب الأمهات اليمنيات. شكرا لكم.